إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول الله. اللهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصوفي لازم سمحته معاه. نفتتح مجلس السيدوي السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي الوزير والنائب وشيخه الطريقة الرفاعية الصوفية في يوم السبت الموافق اليوم 18/11 نوفمبر 2023 دولة الكويت الحبيبة، الموافق 4 جماد الأول 1445 بالأوراد الصوفية. سيد عقيل سيد عبد الله سعد الرفاعي مش معانا في المدد الصوفي الرفاعي اليعقوبي، والأوراد 3 عند السادة الصوفية وفي غيرهم. يا جليل ألف، لا إله إلا الله ألف، القادر المقتدر، يا محمد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين، من لم يقرأ الإحياء فليس بحي، القادر المقتدر، 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 القادر المقتدر. الله جل في علاه عز وجل. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وذواته وصفاته جميع الأنبياء كما صلت عليه الملائكة. يا جليل 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 يا جليل. يا ليل واحنا بالنهار اذكر الله حتى يقال مجنون. اي والله مسند الامام احمد. الوالد قد ذكر ابي عمر رفعه كان يقول بالدرس مسام شيء ابنائي وافقوا تسبيحكم ذكروا صوتكم سيدنا محمد مع الملائكه. هذا يقول تكسبون نفس امين يقول مع الامام. يا رب شكرا سيدي المحروس شيخ من مشايخ الصوفية خلوتية في صوهاجية.